هلا في عندنا ingress protection واحدة كانت من the user requirements تحت the environment. The environment لازم نكون فاهمين هذا الجهاز وين بده يشتغل، ايش الانفايرمنت اللي هو بده يشتغل فيه. واشياء الانفايرمنت ممكن تشمل التمبريتشر، ممكن تشمل الهيوميديتي، بس احد الاشياء المهمه في الانفايرمنتال بروتكشن او الانفايرمنتال ريكويرمنتس هي الانجرس بروتكشن. راح نلخصها او راح نختصرها، تختصر بالحرفين اي تي. انجرس معناها دخول، ايجرس معناها خروج. انجرس بروتكشن معناها كيف بدي احمي هذا الجهاز من دخول فورين بوديز. فورين يعني الأشياء الخارجية، الأجسام الغريبة، يعني ما المفروض أنها تدخل على هذا الجسم. إذا الإنجرس بروتكشن بيحتوي على حرفين حسب تيبل معينة. فمثلا عندي هون حرف رقم، عفوا، ورقم، وفي رقم ثالث بعض الستاندرز بتضيفه، بس أنا هركز على الرقمين هدول. أي جهاز صناعي بتشتريه أو بتخصصه مفروض أحد الأشياء المهمة يحددها يقول لك إيش الـ IP rating لهذا الجهاز. هلا الحرف الاول او الرقم الاول هذا طبعا ستاندرد عالمي موجود، حتى اكيد بتوقع بتلاقيه لو فتشت بارقام ستاندرد العالميه الكهربائيه IEC في له رقم، انا مش متذكر ايش الرقم. الحرف الرقم الاول من هون راح يحدد السوليد، والرقم الثاني بيحكي عن الليكويد، لانه انا هون هذا الانفايرمنت حسب ايش الانفايرمنت اللي بدي احطه. يعني مثلا اذا بدي احط جهاز في منطقه مثلا صحراويه فيها غبره هائله، ما بصير اني اكون مش عامل له بروتكشن كافي للسوليدز، يبدا الغبره تدخل على هذا الجهاز ممكن تخربه. اذا في عندي بيرنج في داخل الجهاز، اذا عندي بعض اجهزه بتتاثر بالغبره مثلا راح يخربها. او اذا في مكان معين مثلا بتوقع في عندي مطر او شتاء، نزول شتاء مثلا او مطر، او منطقه فيها هيوميديتي كثير مثلا، لازم يكون حامي من الليكويدز. هلا طبعا في حالات معينه راح تقول لي ما بهمنيش، اي دونت كير، مثلا ما بهمني كثير الاي بي ريتنج، بس في غالب الاجهزه الكهربائيه اي جهاز كهربائي بتطلع عليه الان هذا فيه له اي بي ريتنج، لازم يكون فيه له اي بي ريتنج، وهذا فيه له اي بي ريتنج حتى لو كان 21. كل ما نزل الرقم بصير اسهل دخول البارتيكلز لهي، كل ما عالي هذا الرقم بصير اصعب دخول البارتيكلز. هلا احتمال 68 يكون سبميرسبل، يعني بقدر احطه في اغمره في سائل لفتره زمنيه معينه. خلينا نطلع على التعريفات اذا هدول تبعتهم. اذا زيرو طبعا نو بروتكشن. خلينا احط اول شيء هون السوليد، وراح احط هون الليكويدز. يعني الرقم الاول هو السوليد والرقم الثاني هو الليكويدز. والاكس دونت كير، مش اخذتوا الاكس دونت كير؟ وين اخذتوها دونت كير؟ ولا شعاركم صار دونت كير؟ مين شعاره صار اكس دونت كير؟ بالاكس دونت كير يعني انا ما بهمني، ما فيش، مش محدد شيء بالنسبه له. هلا الزيرو معناها نو بروتكشن، اذا زيرو هون وزيرو هون نو بروتكشن، ونفس الشيء هون نو بروتكشن. هلا الواحد هذا بروتكتنج اجينست سوليدز اكثر من 50 ملم، يمكن احتمال حتى الدايمتر يمكن 50 ملم، يعني هون مور ذان 50 ملم. هي فعليا يعني ما احطش ايدي بالخطا واضربها، يعني ممكن اوبجكت اقل من 50 ملم يمر. فلو عندي مثلا لو عندي مثلا زي شبك، عارفين الشبك اللي بيكون هذا اللي فيه عليه زي معين مثلا، هذا الشبك يعني ممكن هذا هو الهدف منه. احنا في مصنع والناس اللي موجودين عارفين شو بيعملوا، بس ما بدي واحد ماشي بالغلط مثلا تضرب ايده ويتكهرب فرضا مثلا. فاذا عندي شيء اكثر من 50 ملم ما راح يمر، شيء اقل من 50 ملم راح يمر من هذا الشبك من هون. عاده هذا مش مستعمل، اللي مستعمل اكثر هو 2، و2 اللي هو 12 ملم، واللي احنا بنحطها هون بنسميها فينجر. يعني انا حامي مثلا منه، او ما بيقدرش حد مثلا يحط اصبعه يتكهرب نفسه بهاي. ولذلك في ستاندرد فينجر بامكانك تشتريه اسمه الاي بي 2 اكس. اي بي 2 اكس هو بيكون زي كرتونه او قطعه على شكل ايد وطالع منها اصبع هيك. بامكانك اذا بتفحص جهازك انه راح يمنع هذا، شو بتعمل؟ بتصير تحاول تمرر هذا الاصبع ستاندرد من الجهاز وتشوف انه بمر او ما بمر. اذا هذا بالنسبه للسوليد. بالنسبه للليكويدز مثلا واحد هو vertically protecting against vertically falling drops. يعني لو عندي نقط تنزل نقطة نقطة بتنزل vertically، نقط مش شاور drops، معناها هذا بكون محمي منها اذا كان واحد. يعني هون طبعا واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة
خمسة ستة سبعة سبعة وثمانية وما في هون ثمانية. أوكي. إذا هون لو عندي مثلاً لو فرضاً أنا هذا جهاز مثلاً بدي أحطه في بيت وممكن لسبب معين مثلاً تنزل نقاط مي مثلاً بس أكم من نقطة مي من هون هذا بحميها بكون كافي. واحد اثنين هون سبريز دايركت سبراي. سبراي معناها زي رش يعني زي زي بخار. دايركت سبراي 15 درجة من الفيرتيكال. شو يعني 15 درجة من الفيرتيكال؟ هي الفيرتيكال هيك. يعني لو جاني سبراي بينه وبين الفيرتيكال 15 ديجري هذا بكون محمي منه. إذا هذا 2 3 للسوليد 2.5 مليمتر. هذه اللي هي بتمثل تولز ووايرز. لو عندي تول لو واحد ماسك مفك المفك رح يمر من هون مظبوط؟ نعم وايرز اسلاك يعني هذا لو واحد مثلا ماسك مفك بالغلط معين مثلا هذا بحميل 2.5 من هون. الاربعة سوليد 1 مليمتر اللي هي مثلا سمول وايرز. خمسة ليميتد دست يعني في غبرة بس مش كميات هائلة من الغبرة بيحمي هون خمسة. ولذلك بتلاقي في بعض المحركات بتكون IP54 هذا منتشر كثير الـ IP54. خمسة يعني بيحميني من كمية من الدست بس هو مش دست بروف. وبعدين ستة against dust. هاي سبعة عفوا هون في الشيشي وهاي هون إذا بدي الدست أمنع الدست إنه يدخل الغبرة إنها تدخل تتراكم. في بعض أجهزة رح تكون حساسة للدست يمكن في أجهزة تانية مش كتير حساسة للدست. كل الجنان ممكن نعم نعم خمسة ليميتد دست الـ AC ممكن خمسة. هذا اللي هون ما بعرف ما بعرف أنا مش متأكد الصحيح إذا كانه خمسة ولا أقل ما بعرف. هلا أنت لو اطلعت أنا صعب أعرفها من هون من عندي لو اطلعت رح تلاقي في عليه أو بتفتح الكتالوج تبعه رح يقول لك الـ IP ريتنج تبعت هذا الجهاز قلت مثلا هذا رح يكون أقل بكثير احتمال هذا يكون 21 مثلا او 23 من الستاندرد الموجوده بالصناعه مثلا بتلاقي IP23 او IP54 او IP67 هذول تقريبا اللي شائعين. فلما نقول احنا جهاز مطري احتمال كبير عارفين شو جهاز مطري يعني شايفين الكبسه اللي تكون محطوطه برا مثلا احيانا تكون مغطيه بهذا احتمال كبير انها تكون مثلا 67. اوكي هذا واضح هاي تستر. طيب شو المشكلة طيب اني انا اسكر هذا السيستم؟ ايش احد المشاكل اللي بتصير كل ما انا بدي امنع الاشياء تدخل ايش عمالي بعمل بالسيستم؟ بسكره. الحرارة ممتاز الحرارة بتصير مشكلة هو في ثمن بدك تدفعه. انت مش شطار اني اسكر 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 ما هذا الجهاز احتمال انه جهاز كهربائي اذا كانه في كنترولر كل ما سكرته اكثر صعب اني ابرده. واذا صار صعب اني ابرده بدي احطه لجهاز خصوصي مثلا هيت اكسشينجر يقدر يطلع الحرارة بدون ما يخرب الاي بي ريتنج ما هي المشكلة. هي مش شطارة بس انه نقول جيب اي بي ريتنج مظبوط هو اغلى بس كمان اذا كانه جهاز بتولد فيه حرارة بداخله بدي احافظ على حرارته ما تزيد مثلا انا 40 درجة مئوية داخل هاي الكنترولر صارت عندي مشكلة. اوكي اذا هي مش فري nothing for free ما في شيء فري. ولذلك انا لما بعمله اي بي 21 سهل تبريده ما بدي تبريد ما هو الهواء بيتحرك فيه. نعم هاي المشكلة سوني بايش باي جهاز؟ السوني اكسبيريانس 2 تمام هو هذا اي بي 68 كان 68 كيف طيب بردوه؟ كيف؟ لا المشكلة لما تستعمل يعني بيرفورمانس عالي بدات تنصمم بحمى بحمى 4K بصور تمام. 4K بس صور 4K 5 دقائق اوتوماتيك لحاله بيطلع يعني الكاميرا بتحكي لك انه الجهاز حمل حمل تمام هاي المشكلة هاي مثال ممتاز مثال ممتاز واضح على انه انا لما برفع الاي بي ريتنج في اسباب ليش بدي ارفع الاي بي ريتنج بس بدك تكون متاكد ليش هي يعني مش شطاره تيجي انت تقول لي والله انا صممت جهاز فخم جدا 76 اي بي 76 بس ات دازنت بيرفورم او الكلاينت ما بده اياه اصلا. هلا في حالات بدي سبميرسبل بدي شيء ايش سبميرسبل يعني؟ اقدر اني اغمره اللي الاضواء بكل مسابقة نعم الاضاءه بكل مسابقة تمام الاضاءه الداخليه او كاميرا مثلا بدي انزل كاميرا تحت المي مثلا في عندي جهاز كهربائي مثلا مهم جدا لازم انزله مثلا اقيس فيه قياسات في المحيط لكن لازم ينزل تحت مثلا مسافه معينه مش بس بدي اغمره تحت متر او مترين كم بدي انزله 100 متر تحت سطح البحر مثلا فبصير طبعا اصعب لانه بصير اصعب اني احمي. اذا وصلنا احنا هون عندنا 2 3 60 درجه 60 درجه من الفيرتيكال
لاحظين هاي 15 درجة، هاي بدها تصير 60 درجة من vertical. يعني عندي سبيس جاي بهذا الاتجاه، هذا طبعا بصير أصعب. أربعة spray all directions. في تطبيقات معينة راح يكون فيها سبراي من كل الجهات، مثلاً بعرف مصنع، إحنا في مصنع مثلاً، وممكن يكون في مثلاً رشاش مي من كل الاتجاهات، أو عندي مثلاً جهاز حطيته بسيارة والسيارة ممكن تمر فوق منطقة فيها مي، بدي أحمي هذا الجهاز بحيث إنه سبراي جاي من كل دايركشنز. لاحظوا هو سبراي مش سبميرسبل. سبميرسبل يعني مغمور، بالضبط بزيد عليه بريشر كل ما نزل تحت في أعماق المحيط أو في أعماق المي. هلا هون عندي صار بريشر جيت. في فرق بين سبراي وبريشر جيت. الجرافيتي هاي بتكون فورس. بريشر جيت يعني المي طالع بقوة بضغط. اذا هذا خمسة بريشر جيت from all directions. وهون عندي بريشر جيت strong jets of water. يعني اقوى من خمسة. وهاي مناسبة أكثر كمان لسطح السفينة. عارفين الديك تبع السفينة؟ عمرك شفت شوف الديك تبع السفينة مي بتيجي من كل الاتجاهات بتيجي. هاي مناسبة أكثر لسطح السفينة. ستة. هلا سبعة وثمانية ندخل في الإيميرشن أو السبميرشن. سبعة عندي هون temporary immersion، وهلا رح أشرح إيش temporary immersion to immerse. immerse يعني إيميرش يغمر الشيء. ممكن نقول طالب هيز إيميرست، يعني داخل في العملية اللي بدرسها مثلاً، كأنه غامر نفسه في داخل العملية. temporary immersion. أو منقول إيميرشن هيتر. عارفين الهيتر اللي بتسخن الكهرباء، بسخان الكهرباء بسخان المي، هاي نسميها إيميرشن هيتر لأني غمرت. هذا temporary immersion. temporary immersion لمدة 30 دقيقة على عمق 15 سنتي لواحد متر. يعني إذا غمرت جهاز تقريباً لهاي المسافة تحت سطح المي لمدة 30 دقيقة، هذا يعتبر temporary immersion، وهذا هون full immersion long periods. هذا هون غمرناه لمدة 30 دقيقة بمسافة على سطح المي من 15 سنتي لمتر، يعني تقريبا هو عند السطح، يعني اقل من السطح بشوي. اوكي، اذا هذا بالنسبه اللي هي. فبصير عندنا مثلا لو اجينا قلنا اي بي مثلا 68 اللي حكى عنه ماهر، 68 مثلا هو فول داست بروف وفول اميرشن، بقدر انزله تحت سطح الماء. طبعا التكلفه عاليه ومشكله الحراره بشكل رئيسي، بصير مشكله الحراره مشكله.